السلام عليكم، مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله يعني راح نتكلموا في موضوع يعني اللي هو مبين في العنوان، وهو الرد على تصريحات هشام عبود. علاه؟ لانه يوم الجمعه الماضي نائب وزير الدفاع اللي هو احمد قيد صالح تكلم على وجود بعض الرايات غير الراية الوطنية، وتعليقا على هذا الكلام تكلم هشام عبود وقال بعض الأمور. الأمور اللي قالها هشام عبود هي مغالطات قديمة تكررت كثيرا، حتى اعتقد من يقول هذه المغالطات أنها حقيقة، لهذا فوجب الرد على هذه المغالطات من باب الأمانة التاريخية أولا، وثانيا حتى لا يعتقد من يكرر هذه الأكاذيب وهذه الحماقات أنها حقيقة، وثالثا حتى لا يتوهم البعض أننا عاجزون عن الرد. لم نرد سابقا ولم يرد من كان قبلي ليس عجزا ولا خوفا ولا جهلا، بل لأنهم قدروا أن الوقت غير مناسب للرد، وأنا في تقديري أن الوقت الآن مناسب للرد، وما ردي على هشام عبود إلا أنه سيكون الرجل يعني رد ليس على هشام عبود في حد ذاته، بل رد على جميع من يتبنى هذا الفكر العنصري. نبدأ على بركة الله. أولا نطلب من المتابعين بارك الله فيكم نرجو نشر الفيديو، لأنه هذا الفيديو مهم جدا، لأننا سنرد على أمور تكررت كثيرا حتى اعتقد البعض أنها تكررت فتقررت، وهذا غير صحيح. نرجو من الإخوة نشر الفيديو في الصفحات وفي مجموعة الفيسبوك وفي الرسائل الخاصة. نبدأ بأول أمر، هشام عبود في كلامه عن الرايات قال أن هذه الراية هي راية الأمازيغ، وأنها موجودة في كل شمال إفريقيا، وأن العرب يعني جاءوا لشمال إفريقيا وأنهم استوطنوا شمال إفريقيا وغير ذلك من الأمور. نبدأ بأول جزئية، وهي قول هشام عبود أن هذه الراية هي راية الأمازيغ هي تعتبر مغالطة، والقول أنها راية شمال إفريقيا هي مغالطة ثانية. نبدأ بالمغالطة الأولى، لما يقول أن هذه الراية هي راية الأمازيغ، هذه الراية في حد ذاتها، ثم القول أنها راية ثقافية، نبدأ هذه الراية في حد ذاتها انتشرت قبل ممكن 10 سنوات على أكثر تقدير، أو ممكن منذ سنة 2001. قبل هذا هذه الراية لم تكن معروفة، فكيف يقال أنها راية الأمازيغ؟ وهذه الراية قبل تقريبا 20 سنة لم يكن يعرفها أحد، مثلا مع طوب الناس الذي ذكر وفاته أو مقتله أمس، رغم عنصريته وهو يحمي نفس الفكر، يعني حتى نتفق الكلام الذي قاله هشام عبود هو الذي كان يكرره معطوب الناس، هو الذي قاله فرحات مهني، هو الذي يكرره كل التيار القومي البربري، فهذا الكلام ليس حكرا على هشام عبود أو معطوب الناس أو غيرهم، حتى كاتب ياسين كان يقول بذلك. يعني نحن عندما نرد على كل من يحمل هذا الفكر المنحرف. طيب، القول أن هذه الراية هي راية الأمازيغ، مع طوب الناس لم يعرف هذه الراية أبدا، رغم مواقفه العنصرية. فعندما قتل ودفن مع طوب الناس دفن بالعلم الوطني، وحسب علمي لا يوجد أي صورة لمع طوب الناس بهذا العلم، حسب علمي
لا يوجد أي صورة لمعطب الناس بهذا العالم. نروح لنقطة أخرى وهي كلمة الأمازيغ. كلمة الأمازيغ هي كلمة مستحدثة. هناك ثلاث أشياء مستحدثين. الأمر الأول هي الراية، الأمر الثاني هو كلمة الأمازيغ، والأمر الثالث هو ربط يناير بتاريخ وهمي، لأن يناير موجود لكن ربطه بما يسمى بالسنة الأمازيغية. هذه أيضا من الخرافات التي انتشرت تقريبا منذ 15 سنة على أكثر تقدير. قضية يناير تكلمنا فيها سابقا ولا داعي للتكرار. لكن قضية العلم قلنا أنه علم حديث جدا. وأمر آخر وهو قضية الأمازيغ، ذلك أن الكلمة المستخدمة سابقا هي كلمة البربر وليس الأمازيغ. بدليل هناك حصان في شمال إفريقيا يسمى الحصان الأمازيغي، لا الحصان البربري. هناك نوع من أنواع القردة يسمى القرد الأمازيغي، لا القرد البربري. سنة 1949 عندما حصلت الفتنة كانت تسمى الأزمة البربرية مش الأزمة الأمازيغية. 1980 يسمى الربيع البربري مش الربيع الأمازيغي، حتى باللغة الفرنسية واسمه لو برينتون بربر. أيضا بعد 1980 أسسوا هما أسسوا جمعية ثقافية لو ام سي بي، لو موفمون كولتورال بربر، الحركة الثقافية البربرية. أسسوا منظمة مسلحة كانت تقريبا من أوائل المنظمات الإرهابية في الجزائر، كانت تسمى لو اف بي، لورغانيزاسيون دي فورس بربريست، القوى البربرية مش الأمازيغية، إلى غير ذلك. من الأدلة على أن كلمة الأمازيغ هي كلمة مستحدثة من قبل 15 سنة تقريبا. يعني قلنا تم استحداث العلم أو استعمال العلم، ليس استحداث العلم. العلم بعد ما نقول وقتش تشكل، تم استبدال كلمة البربر بكلمة الأمازيغ. وأيضا هي مستحدثة. ثانيا الراية في حد ذاتها، شكون خدم الراية هذه؟ الراية هذه خدمت تقريبا في السبعينات من طرف الأكاديمية الأمازيغية، أو استغفر الله أكاديمية البربرية، الأكاديمية البربرية مش الأكاديمية الأمازيغية. هذاك الوقت مازال حق لهمش لو ميزاجور، كان مازال يستخدموا كلمة البربر، من طرف الأكاديمية البربرية في فرنسا التي كان يقودها مسعود بن ناي وكان معاه جاك بينات. خدموا هذا الإعلام هذا. لما تخدم هذا الإعلام هذا واحد ما كان يستعرف به في السبعينات، حتى في الربيع البربري 1980 ما رفدوهاش. مع طبل الناس طول مسيرته ما رفدهاش. إضراب المحفظة 1994 ما درفدتش. بعد ما خدم مع طبل الناس ما درفدتش. وقتش رفدت ابتداء من 2001. لهذا فالقول بأن هذه الراية راية قديمة، معطوب لنا السيد العنصرية في الجزائر ما عنده حتى تصويرة بهذا الراية، على الأقل على حسب علمي مش حتى تصويرة معطوب لنا بهذا الراية هذه. كيفاش تقولوا راية قديمة؟ كيفاش تقولوا راية قديمة؟ هذه راية جديدة عندها يومين ولا ثلاثة أيام. زيد يعني احنا هذا الراية شكون خدمها؟ قلنا خدمتها الأكاديمية الأمازيغية. أو نو آسف، وش من راية ثقافية صديقي؟ وش من راية ثقافية؟ يعني هادو وش حبوا يديروا؟ حبوا شغل يسوطيوا على الحقائق، حبوا يسوطيوا على الحقائق، يعني حبوا يفرضوها على الجميع. حاجة الأولانية حبوا يفرضوها على القبائل، ثم بعد يفرضوها على العنصر البربري في الجزائر، ثم العنصر البربري في شمال إفريقيا. مع العلم أنه في تقديري الشخصي أن الجهة التي تعمل على نشر هذه الراية في دول شمال إفريقيا المخابرات الفرنسية. نعود لأنه بحكم أنه هذو عقولهم صغيرة وما يفهموش الكلام، نعود لهم حبة حبة. في تقديري الشخصي أن الجهة التي تعمل على نشر هذه الراية في شمال إفريقيا هي المخابرات الفرنسية، بدليل أن هذه الراية لو تعرف في المغرب راية الأكاديمية البربرية، واش دخلها مع المغرب؟ لكنها رفعت في المغرب. واش دخلها مع ليبيا؟
ورفعت في ليبيا، واش دخل مع تونس ورفعت في تونس، واش دخل في بلاد الشاويه وغير ذلك، واش دخل في بلاد قبيل اصلا. رايه كان عندها نطاق بسيط جدا يتم تعميمها. من يقوم بتعميم هذه الرايه هي المخابرات الفرنسيه. لهذا في القول ان هذه الرايه رايه ثقافيه للبربر، او ما يسمى حديثا بعد التحديث الجديد ما يسمى بالامازيغ، ما عنده حتى معنى وما عنده حتى سند تاريخي. نروح الان الى واحد الجزئيه بسيطه. واش قال لك؟ هضر على هو هضر على عقبه بن نافع. الله يستركم خاوتي نشروا الفيديو، الله يستركم خاوتي نشروا الفيديو. نعود هذه الجمله هذه. هشام عبود واش قال لك؟ قال لك انه عقبه بن نافع جاء من الجزيره العربيه، احنا واش دخلنا فيه؟ وشي شناق جا من ليبيا، احنا واش دخلنا فيه؟ ان قلت انه شي شناق دخلنا فيه لانه امازيغي، نقول له ايضا انه ما يجمعنا بعقبه بن نافع اكثر مما يجمعنا بكسيله، واكثر مما يجمعنا بشيشناق، وهو الاسلام. لان الذي يجمعنا نحن كجزائريين هو الاسلام. هو الاسلام. مع كسيله والكاهنه والخرطي وما عملش. اذا نعاود نواصل. هشام عبود واش قالك؟ هذا والله الموضوع هذا يعني هذا الموضوع شخصيا انا لا اتبناه، لكن هو رد، لانه في بعض الاحيان لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب. يعني عندما اعتبر انه رد على شيء من الناس، ولا يعني ان اتبنى هذا الرد. وشنو هو؟ هو شنو يقول لك؟ انا الذي اعتقده اعتقادا جازما، انا نور الدين ختان الذي اعتقده اعتقادا جازما ان الذي يجمعنا كجزائريين هو الاسلام. هو الاسلام. لكن هشام عبود واش قال لك؟ قال لك انه العرب يرجعون للجزيره العربيه. يرجعون الى الجزيره العربيه لان اجدادهم الاوائل ينحدرون من الجزيره العربيه، فكذلك البربر يرجعون الى الجزيره العربيه لان اجدادهم من الجزيره العربيه. بحسب هذه المنطقة، رغم أني أنا لا أعترف بهذه المنطقة، أعترف أن الذي يجمعنا هو الإسلام وليس القومية الأخرى، لكن بهذه المنطقة أنا نرد على الفكرة تاعو. معليش، بعض الناس يقول لك لا، يقول لك حنا البربر من لا ننحدر من الجزيرة العربية، كاش مشكلة. إذا هشام عبود ومن يقول كلام هشام عبود نقول لهم الآتي: الأكيد أنكم لستم نبتة نبتت من الأرض ولا مطر نزل من السماء، بل لديكم سلالة وهناك يعني تدخلون في إطار الحركة البشرية. إذا هشام عبود معطوب الناس، فرحات مهني، كاتب ياسين، أيضا الناس لم يقولوا العرب يروحوا الجزيرة العربية. إذا أنت ثاني حوس العصل ديالك من جوج دادك وارجع. شوفوا يعني لدرجة أني أنا إنسان طيب راح نسهل عليكم. هناك خلاف في أصل البربر بالجزائر على أربع مناطق. هناك من يقول أنهم أتوا من الجزيرة العربية لأنه أصل تيفينغ في الجزيرة العربية في منطقة الظفار، وهي يعني في منطقة عمان قريبة من الجزيرة العربية. هو ثاني يرجع للمنطقة اللي جاءوا منها أجداده الأولانيين. يعني إذا كان أجدادك الأولانيين جاءوا من إثيوبيا ترجع لإثيوبيا، إذا كان أجدادك الأولانيين جاءوا من قبائل أوروبية أسيوية ترجع لأوروبا الوسطى، وإذا كان جاءوا من اليمن تروح اليمن، وإذا جاءوا من فلسطين جاءوا من فلسطين. وإذا راحتك والله راحتك، يعني الموضوع الآن الكرة في ملعبك. فإن كان حسب هذا الكلام العنصري العرب يرجعون للجزيرة العربية، فأيضا من يقول هذا الكلام وجب عليه أن يطبق هذا الكلام على نفسه قبل الآخرين ويرجع من المكان اللي جاوا منها أجداده. ما يقدرش يقول لك أجدادي جاوا منا من الجزائر. أجدادك ماشي نبتة، ماشي نبتة سلسقاتهم الشتاء ونبتوا لهنا في الجزائر. نو، أكيد جاوا من منطقة ثانية للجزائر. يروحوا لها حسب الفكر ديالك، لكن حسب الفكر تاعي أعتقد أن الذي يجمعنا كجزائريين أكبر من العروبة وأكبر من البربرية، بل هو الإسلام.
نروح الأمر آخر، تكلم عنه قال لك انه يعني لحظه، هو تكلم على قضيه الاعلام، تكلم على قضيه رجوع العرب. قال لك ان الشعب الجزائري من الاكاذيب التي يروج اليها ان الشعب الجزائري في غالبيته بربري، وقال اننا احنا بربر وغير ذلك، يعني هو وناس واحد اخرين. احنا كنت نسأله ما الذي يجعل من البربري بربري؟ أو بتعريفهم، ما الذي يجعل من الأمازيغي أمازيغي؟ هل هي الأصل؟ يختلف عن أصل الشاوية، وأصل الشاوية يختلف عن بني مزاب، وبني مزاب يختلف على الشلوحي، يعني وغيرها وغيرها وغيرها. إذن ليس الأصل هو المعيار في تحديد الأمازيغ، لأنه لا يوجد شيء اسمه الأصل الأمازيغي أو العرق الأمازيغي. طيب، إذا الذي يجعل من البربر بربر أو من الأمازيغ أمازيغ هو اللغة والثقافة. طيب، جميل جدا، لأنه ليس أصل مشترك، وإلا فلا يمكن القول بأن الترقي الذي بشرته سمراء يشترك مع مثلا مع شاوي أو قبيلي بشرته بيضاء وعيونه خضر. أكيد ليسوا من نفس الأصل، لا ينحدرون من نفس السلالة، بل من سلالات مختلفة. إذن لا يوجد هناك أصل بربري أو أصل أمازيغي، بل الذي يجمعهم هو بالنسبة لهم كل المتحدثين باللهجات البربرية حسبهم يعتبر بربري. طيب، جميل جدا، إن كان المعيار هو اللغة، فإذا الجزائريين كلهم عرب، لأن اللغة التي تجمع الجزائريين والتي يتكلمها 99.99% من الجزائريين هي اللغة العربية. إن قلتم الأصل نقول ليس أصل مشترك، وإن قلتم اللغة نقول أن غالبية اللغة المستخدمة هي اللغة العربية. وأنا عندي أن البربري المسلم أقرب إلي من البربري الغير مسلم، لأن الذي يجمعنا هو الإسلام، لا العروبة ولا الأمازيغية ولا غيرها. لأننا عندما نموت لا نسأل عن أصلنا، بل نسأل عن ديننا، عن نبينا وعن ربنا. لهذا فلن نسأل أبدا على أصولنا. كلامي هذا لا يعني أني أتبنى طرح العنصري، بل هو رد، وكما يقال كما قيل قديما أن ناقل الكفر ليس بالكفر، وكما قيل قديما أيضا أن لازم القول ليس بقول. فإن أنا عندما أقول هذا الكلام ردا على هشام عبود وفرحات مهني وعلي حي عبد النور ورشيد حي عبد النور وغيرهم من العنصريين الذين قالوا هذا الكلام، ولا يعني في أي حال أني أتبنى هذا الكلام، لأني أنا الذي الكلام الذي أتبناه أني أعتقد أننا كلنا جزائريون، وأن الذي يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن الذي يجمعنا هو رسالة الإسلام. لكن عندما تتمادون تأكد أننا قادرون على الرد، لكننا لا نرد حياء فقط، وأيضا حتى لا نحدث فتنة، لكن الآن أرددنا. طيب، نعيد فقط هذه الفقرة الأخيرة، وهي أننا عندما نتكلم لا يعني أننا ندعو إلى تفرقة، إلى عنصرية، إلى الانتصار، إلى ولاء، لا، بل ندعو إلى جزائر واحدة موحدة، إلى الإسلام كمعيار أول يجمع الجزائريين باختلاف أصولهم سواء عرب أو بربر، بأن العلم الوطني هو الذي يجمعنا، وعندما تختار عرايات أخرى يقال عنها ابتداء أنها رايات ثقافية وهو كذب، ثم يقال أنها رايات المغرب العربي وهو كذب أيضا. هذا هنا وجب الرد، هنا وجب الرد. لا، ليس رد لتفرقة، بل رد لجمع. فنحن لا